مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مراسلون الذي نصحبكم من خلاله في جولة بين مختلف القصص الاجتماعية والاقتصادية برفقة مراسلين من الميدان. وفي قصصنا لهذا الأسبوع: أبو كايد يبلغ من العمر 87 عاما، أمضى سنين عمره يعمل من أجل تطوير حيه الحليصة. أكاديمية تشامبيونز لتعليم الدبكة أول أكاديمية تعمل بنظام أكاديمي في قطاع غزة وتهتم بتعليم الفلكلور الشعبي الفلسطيني. هم يهدمون ونحن نبني، عنوان معسكر العمل الذي تم في قرية بئر الحمام مسلوبة الاعتراف في رسالة واضحة للسلطات الإسرائيلية تقول أننا هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون.